بخالتك هو عشان خفوا اتقوا الله. يدل على انك شخص وضيع ما تربيتش. نحن شعب لا عجبنا العجب ولا سيام في رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا رد الممثل والفنان الكوميدي ناصر العراسي أو عبد الناصر العراسي على من انتقدوه في الإعلان الذي طرحه في مطعم فلامينغو. فكان هناك متعاطفين أيضا معه كثير على من انتقدوه يعني في الإعلان الذي طرحه لمطعم فلامينغو. أيضا هذا توضيح تقريبا في بث مع أحد الأضرعي تقريبا اسمه كذا يعني مشجع رياضي يقلد المشجعين في مقابلة بالتيك توك تقريبا استضافه. فكان هذا الرد. أعلن حملة في الفيسبوك وأنا من أقول في مطعم من أقول المطعم هذا قوة يعني أول وآخر واحد يأكل في المطعم ماشي انتقاد. قالوا لنا من فعل إعلان أنا لازم تتغدى. إيه والله أن الزبائن على هكذا استهار المطعم اشتهر الله يدي رزقه. نحن شعب لا عجبنا العجب ولا سيام في رجب. ايضا الشاعر اسامه العماد كان رد يعني كذا موفق تقريبا. نسمع قليلا منه. ايش ما تعطر جاي اخطب خالتك هو عشان شو يبدل وتعطر جاي اخطب خالتك ولا كيف يا منتقد؟ الرجال كادح تمثيله من موسم لموسم يعني يعمل له 10 حلقات برمضان هذا ب 200,000 ريال ولا ب 300,000 لا رمضان اللي شيقي ب 300,000 10 حلقات باي هيئه يشتي يظهر يظهر تمام. تجي تنتقد تقول ليش ما بدلش؟ ليش ما مشط شعره؟ ليش ما دهنش؟ ليش ما تعطرش؟ جاي يخطب خالتك تقول وانت جالس تنتقد وانت موفر لك النعمه وكذا وما معك الا لقفك ولا قافه بس والكيبورد بيدك جالس تجي تقرح الناس بكلام. قولوا خلوا للناس حالهم. الرجال من خلال تقاسيم وجهه يبان الكفاح ويبان كل الهم. ايضا من ضمن من تعاطف معه كثير هذا الشخص الذي لا يحضرني اسمه تقريبا هو من المغتربين في هنا في اوروبا. كان هذا التعاطف بهذا الفي اني تابعت كثير منشورات انها توجع القلب قسما بالله العظيم وعيب عيب. قبل ما تنزل منشور وتعرف انها تجرح شخص او تجرح اشخاص او تجرح عائله كلامكم موجع قسما بالله العظيم عيب. الرجل فعل اعلان بسيط جدا خلاص انتهى الموضوع هو اعلان مطعم تحشرون فسكم ليش؟ بع اغلب المنشورات انا اسويه ولو تشوف التعوضوا وتعلموا من مشاهير الخليج وتعلموا من مشاهير العالم. يا عمي مش مشهور الخليج يعلم ب 30,000 ما يقارب 3,500,000 يمني عندنا اذا كثر عزمك ما بش مقابل يعني تشتري الرجال يصير يدي كاميرات ومنتجين ومصورين علشان يدفع من جيبه علشان الاعلان. ايضا فيديو اخر لهذا الشخص الذي يدعى اسمه انا لا اعرفه بشير يحيى يقول صديقه اذا او انه له عمل فني. كان هذا الفيديو من بشير يحيى الصديق والعزيز والزميل عبد الناصر العراسي يعني عمل اعلان يعني مطعم ايش فيها يعني ايش الوساخه هذه يا اخي يا جماعه الخير هذه الوساخه ايش البلد هذا البلد بعد تعبانه البلد بعد حرب يعني البلد في وضع صار والناس وضعهم سيء وصعب جدا يعني وانت فرح تقوم تنزل لي منشورات على شخص لا اذاك ولا اساء اليك ولا تكلم عنك ولا جرح احد ولا رجل اعرفه انا شخصيا اعرف طيبه قلبه اعرف نقائه اعرف يعني اخلاقه اعرف كل طباعه صديقي وانا اعرفه يعني ما تكلمتش انا ما دخلش نفسي هكذا حشرت نفسي في موضوع مش عارف انا في شيء يعني انكم تنزل لك منشورات بايخه وسفيهه وما يعني تدل على السقوط وعلى الابتداء. ايضا هنا رضوان المحبشي قال لا انتهك عرض احد ولا تهبش في ارض ولا اكل حلال احد وكافي خيره شره بس الشعب يحب الفلسفه المفرطه والله المستعان. وكان يعني اضطهار بهذا الاعلان اللي قد كان عرضناه في القناه. نشاهد الاعلان لمطعم فلامينغو. فلامينغو تاكل اكلات بحريه فلامينغو. الإعلان كان يعني بسيط ولكن في ناس انتقدوا بعضهم انتقد التصوير وبعضهم انتقد يعني ليش ما فيش مونتاج وكل واحد يعني طرح له رأي وبغض النظر يعني أكيد الشيء الناجح ما ينقص ما يعني يخلى من الانتقادات. والحمد لله أنه طلع ترند والمطعم أصبح مشهور وإن شاء الله يكافي الممثل هذا في ما سواه من إعلان يعني أشهر لهم المطعم. وفي ختام هذا الفيديو نقول ان الاعلان اشتهر وطلع ترند فخالف تعرف يعني هو خالف طريقه الاعلانات مثل ما قال يعني في اليوم في الفيديو اللي شاهدناه في البدايه لازم شوكه وملعقه علشان ما ينتقدونا وخالف بطريقه كذا وبنفس الوقت كان ياكل ونجح نجاح ونتمنى له التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.